والوفاء بالوفاء، فقد وقف من قبل شاعرهم عمر وطه والدشلهمة فرحا حينما تفجر البترول بالبلاد وأنشد مليون ميل مربع بالقياس والضرعة، طفر إنتاج بالإنغاز زراعة ومرعى، البترول مبقبق بالصقايع الترعة، بركة ارتحنا من هنا وشحت القرعة. أبي يشرف الخير، أبي يشرف الخير. والسودان نهض بعز شمخت هامته بقيادة بشير خيرنا الشهير بشهامته، جدك خلى تاريخا بتضوي علامته، حرق الباشا بالنار واسترد كرامته. في حضرتكم سيدي القائد، هلا سمحت لي بأن أشيد ببعض الجهات صاحبة البصمات الوضيعة في هذا الحدث؟ الشكر لشرطة السودان التي سلمت منسوبيها للعدالة دون أدنى عراقيل، والتحية لقضاء السودان الذي رد الصاع صاعين للذين يشككون في نزاهة القضاء وانحيازه للدولة، والتهنئة لولاية الخرطوم ولمحلية شرق النيل الذين زللوا كل العقبات حتى خرج هذا اليوم بهذا البناء البهاء، والشكر كل الشكر لأعيان بلاد الحبيبة وقياداتها من طرق صوفية وإدارات أهلية ورموز مجتمع الذين ظلوا يزرعون الأرض جيعة وزهابة من ولاياتهم ومناطقهم طلبا للعفو دون كلل أو ملل حتى تحقق لهم ما أرادوا. وبنقول لأهلنا الحلفائيين مسكا قروي اركوني لا أو وي وي نملو أرك وي نملو أو كان أوك سامح جا قرون أو كان أقو سامح جا. والتحية لأهل العلا أهل الوفا أهل السخاء عيال شلاعة ما تذوقوا العذاب لا ديما في شان عندك اللي كله وانت ناس غيمة، عيال بطحان الذين ما خاب فيهم الظن ولا بطل فيهم الأمل والعشم، بالأمس كانوا أسودا ضارية في طلب الحق وتثبيته، واليوم قلوبا رحيمة وعيونا جارية في تقديم العفو والصفح لا من ولا أذى. وحق لشاعري عبد الله والبلال أن يقف مفاخرا المحن الكبار يا الملك نحن جبالا، وسمح المحنة في الناس اللي بتستر حالة حال الدنيا، يوم يوما باردة يوم ملالة بتعب الحشا لكن التلوب في حالة. وها نحن بحمد الله نستنشق عبير العفو ونتذوق حلاوة الصفح ونحسن الظن بالله، فإننا نهيب ونرجو من كل أهلنا بأرجاء البلاد خصوصا الذين بينهم ثارات ودماء أن يعفوا عن بعضهم ويفشوا السلام والمحبة فيما بينهم، فما عند الله أعظم أجرا. وبمثل ما بدأنا أولا نختم مكررين الشكر لك حبيبنا وإمامنا وقائدنا سعادة المشير عمر حسن أحمد البشير، فحضورك قد بدل الجفاء مودة والحزن سرور وعم الفرح والحبور، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. شكرا جزيلا الناظر أبو الخليفة أبو الحسن على هذه الكلمة الضافية. سادة الكرام، نتواصل معكم في هذا الجو الأريحي الجميل ونقول سودانية نحن وكل دولة رؤوسة، نحن بننقذ الملهوفة قانطة يؤوسة، نحن نسكت الباكيات نزيلة بؤوسة، ونحن نقنع الكاشفات نغطي رؤوسة. أبشر. مرحبا بك الناظر بابكر حاج عمر البيه، ناظر عموم الجعليين، في كلمة إنابة عن كل الأطراف متحدثا إلى إخوتك وأهلك في أبو دليك، فلتتفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي جعلنا شعوبا وقبائل لنتعارف ونتآلف ونعلم أن أكرمنا عند الله أتقانا. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين معلم البشرية الخير سيدنا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
فخامة السيد رئيس الجمهورية سعادة المشير عمر حسن أحمد البشير، الأخ الكريم وزير الداخلية الفريق حامد منان، الأخ والي ولاية الخرطوم الفريق ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين، الأخ اللواء حقوقي حاتم الوسيل الشيخ السماني والي ولاية نهر النيل، السادة الوزراء وشاغلين المصاصف الدستورية ورؤساء المجالس التشريعية وأعضاء المجالس، السيد المدير العام لقوات الشرطة الموحدة، السادة قادة ممثلو القوات النظامية والأجهزة العدلية والأمنية، الأخ الكريم محمد المنتصر الشيخ خالد الشيخ محمد صديق طلحة نازل عموم البطاحين صاحب هذه الدار، الإخوة الكرام زعماء الإدارة الأهلية نزارا ومشايخ وعمد الأهل والعشيرة الكرماء في ديار البطاحين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستأذنكم يا فخامة الرئيس وأستميحكم العذر أيها الحضور الكريم باسم أخي الناظر إبراهيم حاج محمد ناظر عموم قبائل الجعاليين وباسم سائر أهلنا في مناطق نظارة الجعاليين من الشايقية والبديرية والحلفاويين والعبابدة والحسانية والفادنية والهواوير والعوضية والجريات والقرعان والرشايدة والبشاريين وأهلنا النوبة وآخرين لم يزعفني الوقت لذكر اسمهم، وباسم أسر إخواننا من أفراد الشرطة المعفو عنهم الأخ الملازم الخطيب محمد حسن، أسرة الأخ المساعد عبد الوهاب حسن الفضل، أسرة الأخ الرقيب شول أيوب، أسرة الأخ الوكيل عريف أحمد النور، وأسرة الأخ جندي خالد صلاح أحمد عبده، وباسم كل مكونات ولاية نهر النيل الذين لم يرد ذكرهم من أهلنا الميرفاب والرباطاب والعبابدة وأهلنا وسادتنا مشايخ الطرق الصوفية وخلفاء السجادات في خلاوي الشيخ الحفيان وخلاوي الشيخ الجعلي وخلاوي أولاد الفكي علي وخلاوي الشيخ إبراهيم نواوي وآخرين كثيرين نرجو أن يعذروني إذا لم أذكر أسماءهم، باسمهم جميعا أتوجه بالتحية الخالصة والشكر والعرفان لأهلنا العلامات الكرام الأفاضل ولأسرة أخينا الفقيد عطى المنان حسن ولهذه القبيلة النبيلة قبيلة البطاحين أهل المروءة والكرم والنخوة أهل الصولة والجولة وصولا وفروعا حاضرين وغائبين شيوخا وشبابا نساء ورجالا ممثلة في أخي الناظر الهمام ذو الهمة العالية الشيخ محمد المنتصر الشيخ خالد الشيخ محمد صديق طلحة سائلين الله له التوفيق والسداد، وأن نترحم على روح فقيدنا الأخ عطى المنان سائلين الله له المغفرة وأن يجعله في أعلى الجنان مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، كما وأرجو أن تسمحوا لي بأن أجي تحية خاصة وتقديرا عظيما لوالي ولاية نهر النيل الرجل القامة والقائد القدوة الأخ اللواء حقوق حاتم الوسيل الشيخ السماني وحكومته لمتابعته واهتمامه بهذا الأمر إلى أن تم إنجازه، والتحية موصولة لأخي الكريم كمال الدين إبراهيم رئيس مجلس الولاية التشريعي الموقر وأعضاء مجلسه لما بذلوه من جهد مقدر وتشريفهم لنا بالحضور، والشكر أجزله للأخ الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين والي ولاية الخرطوم وأعضاء حكومته ولرئيس مجلس الولاية التشريعي الباش مهندس الأخ صديق الشيخ وأعضاء مجلسه، والشكر موصول لكل من وضع نصب عينيه معنى الآية الكريمة لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وإنه لمن دواعي سرورنا أخي الرئيس أن تجيء زيارتكم لهذه البقعة المباركة في يوم احتفالنا بعفو أهلنا البطاحين الكرماء عن منسوبي الشرطة المحكومين بالقصاص، وقبيلة الشرطة تعني قبيلة اسمها السودان لأن الشرطة تنتمي إلى كل قبائل السودان بطونا وأفخاذا، ولذا ضرب أهلنا العلاماب وأهلنا في قبيلة البطاحين بسهم وافر في إصلاح ذات البين ونالوا الأجر من المولى عز وجل
فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وذلك يعني أن أهلنا البطاحين قد منعوا هذا العفو لكل قبائل السودان، ونحن باسمهم جميعا كل قبائل السودان نقدمه لك يا سيادة الرئيس، فأنت قائد مسيرة السودان. الضيوف الكرام، الأهل والعشيرة، إذ نقف هذا الموقف لا بد أن نحيي بالتجلة والاحترام قائد مسيرتنا وحادي ركبنا ورمز عزتنا واستقلالنا فخامة الأخ سيادة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية، ونجدد له باسم الإدارة الأهلية في عموم بلادنا العهد والميثاق، ونقول لك أخي فخامة الرئيس بأننا على قلب رجل واحد وكلمتنا موحدة، واقفين وداعمين بكل ما نملك خلف القرار الجماهيري بتقديم فخامتكم مرشحة لرئاسة الجمهورية في 2020. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لتعبر بلادنا على يديك إلى بر الأمان والسلام المستدام والتنمية الشاملة بإذن الله. في الختام لا يسعني إلا أن أكرر الشكر والتقدير لأهل العلامات وعموم قبيلة البطاحين لكرمهم الفياض وهذا الجميل الذي طوقوا به أعناقنا، ولا نملك إلا أن نقول لهم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر. شكرا جزيلا الناظر بابكر حاج عمر البيه ناظر عموم الجعليين على هذه الكلمة الضافية. سادة الكرام، محلية شرق النيل، العطاء والإنجاز، الحضارة والتاريخ والمجد المؤثل، مرحبا بك الأخ المجاهد الأستاذ عبد الله الجيلي محمد الجاك معتمد محلية شرق النيل متحدثا في هذا اللقاء، فلتتفضل. الله أكبر، الله أكبر، عالية، الله أكبر، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إلهي ويا من اشتق من اسمك الثناء والحمد، يكفيني فخرا وعزة ومنعة أنك لي ربا، ويكفيني قوة وشموخا وكبرياء أنني لك عبدا. والحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. فخامة الأخ رئيس الجمهورية الأخ المشير عمر حسن أحمد البشير، أخي فضل عبد الله فضل وزير رئاسة الجمهورية، أخي دكتور حامد منان وزير الداخلية، الجمع الكريم من الولاة بولاية الخرطوم وولاية نهر النيل، والجمع الكريم من التشريعيين والتنفيذيين، والحضور بكل هذه المقامات السامية، وعلى رأسهم الإدارة الأهلية أخي المنتصر خالد، أخي بابكر عمر، باسمكم جميعا ولكل هذه الإدارات الأهلية التي علمتنا كيف نحدث هذا الرتق الاجتماعي، والتي أفهمتنا كيف نقف مثل هذه المواقف متآسين متحابين بإذن الله سبحانه وتعالى. وتحيات لك أخي الطيب الجد، ومن خلفك كل الشيوخ والطرق الصوفية الذين يقفون في هذا المقام الطيب المبارك. والتحية لهذا الحضور المهيب الذي جاء في هذه الساحة وفي هذه الحاضرة من مدينة أبو دليق. أخي الرئيس، لعله مقام الحمد والثناء لله رب العالمين، ولعله مقام الشكر للذين سارعوا بالخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هو موقف كبير، ولكن هؤلاء الذين يسدون عين الشمس ويقفون في هذا المقام تجاوزوه في مقام يصعب فيه التجاوز، لأنهم حقيقة أنفقوا مما يحبون، أنفقوا من أبنائهم، بل أنفقوا من فلذات أكبادهم، ولكنهم رغما عن ذلك كانوا كاظمين للغيظ. فالتحية لهم في هذا اليوم الطيب المبارك، ونحن في فاتحة هذا اليوم الطيب المبارك الذي هو افتتاح لرجب، فبارك الله لنا في رجب وشعبان، ولعل هذا الموقف المبارك صادف هذه اللحظات المباركة من لحظات الاستجابة، فكان هذا العفو الذي عم كل هذه الأرجاء. فالتحية لهم وهم يقدمون كل هذا التجاوز، بل وارتقوا أكثر من ذلك فكانوا العافين من الناس والله يحب المحسنين، وكأنهم يأخذون شيكا على بياض، لأن الذي يعفو يطلب الأجر من الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هؤلاء يطلبون شيكا لا من أحد كبار الأغنياء ولا ذهبا، ولكنهم يطلبون من العلي القدير الذي يمنح جنات عرضها السماوات والأرض، ولا أقول طولها بل عرضها السماوات والأرض، بل تجاوزوا أكثر من ذلك فكانوا من المحسنين. قابلونا هاشينا باشينا باذلين لكل هذا الكرم ولكل هذه الحفاوة، فالتحية لهم وهم يتفيئون هذا المقام مقام الإحسان. هذا فريق، ولكن هناك فريق آخر. أخي هاشم، أهل الشرطة، أهل السنان، أهل القانون، الشرطة الساهرة التي تبث الطمأنينة في المجتمع، هؤلاء الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ألا لهم الأمن وهم مهتدون. هؤلاء الذين يطبقون القانون جاءوا ليكونوا سواسيسا معنا، مع المواطنين، مع أقصى المناطق في محلية شرق النيل. لعلها إشارة، بل ولعلها بشارة، أن يتساوى هؤلاء الأشراف كما يقول الحديث مع هؤلاء المواطنين العاديين، ولعلها إشارة قوية إلى مدعي العدالة، إلى الذين يزاودون في هذا المقام. فعجبت، أي الفريقين يعجب؟ الذي يسارع بهذه الخيرات أم الذي بيده القانون والسنان ويكون في حد السواء مع المواطنين؟ حقيقة أي الفريقين يعجب؟ أخي الرئيس، لعل مجيئك في هذا اليوم الطيب المبارك يدلل دلالات واضحة وبينة، بل ويشير إشارات واضحة أن ميزان العدل في هذه الدولة هو ميزان راجح، أن ميزان القانون والتشريع في هذه الولاية ميزان راجح. أخي عبد الرحيم، نحن نسعد بل ونفخر بهذا النهج الطيب المبارك، ونقول في هذه العجالة: لعلكم أوفيتم بالكهرباء، ولعلكم شهدتم معنا استاد الهجن، ولعل أهلنا يذكرون بأن المياه تدفقت عندهم، ولعل الوعد الذي ضربته في طريق والدب صالح أنجز أكثر من 80%، ولكن بإيفائك لهذه الوعود ومع هذه الوجوه النيرة التي تطالعنا ببعض من مطالبها، ولعل أول مطلب في هذا المقام هو دعما للإنتاج والإنتاجية، ترعة شرق النيل، ولعل ما يحيطون بأبو دليق يقولون إن أعمدة
الهاي تيشن يعني مرت على قراهم وحواضرهم، ولكنهم يطلبون أن تمدد لهم الكهرباء وهذه الخطوط الكبيرة حتى يتمتعوا بهذه الكهرباء كما تمتعت الحاضرة في أبو دليق، وكذلك يطلبون مزيدا من المياه التي بفضل الله سبحانه وتعالى تدفقت، ولكنهم يطلبون المزيد لأنها تشح عليهم في فصل الصيف القادم. نحن نسعد أيما سعادة بهذا اللقاء، ونسعد أيما سعادة بهذا التشريف، ونسعد أيما سعادة بأهلنا البطاحين الذين قابلونا سخاء ووفاء ومنعة وعزة، وكانوا هم أهل السخاء. مثلهم: إذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لم يفعل الأنواء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا الأستاذ عبد الله الجيلي محمد الجاك، معتمد محلية شرق النيل، على هذه الكلمة الضافية. الآن الكلمة للسيد دكتور سعادة الفريق دكتور حامد منان وزير الداخلية، فليتفضل مشكورا مخاطبا هذا الجمع الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. فخامة المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية، القائد الأعلى لقوات الشرطة، الأخ الكريم والي ولاية الخرطوم، الأخ الكريم والي ولاية نهر النيل، الإخوة الدستوريين وأعضاء الأجهزة التشريعية والتنفيذية، أهلنا وعشيرتنا في أبو دليق، بطاحين على وجه الخصوص، وعموم قبائل وعشائر ولاية السودان المختلفة. السودان بلد الخير والطيبة والتعاضد والتكافل والصفح الجميل. الحضور الكريم، نجتمع اليوم في هذه البقعة المباركة وكلنا فخر وإعزاز بوجود حاضر الرب والقائد الأعلى معنا في هذه الاحتفائية الضخمة التي أردنا لها نحن في وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة، وأراد لها أهلنا في أبو دليق أن تكون نموذجا يحتذى في الجودية والعفو والتسامح، تتنزل على كل السودان كمنهج لحل المشكلات وإزالة الضغائن وحفظ الحقوق. وشكر الناس على صبرهم وحلمهم واحتسابهم وابتقاهم الأجر من المولى عز وجل. السيد الرئيس، الحضور الكريم، لقد شهدت شرطتكم في السنوات العشرة الأخيرة تطورا كبيرا في كل مجالات عملها لتحقق أهدافها وواجباتها التي نص عليها الدستور وفصلها القانون في منع الجريمة واكتشاف ما يقع منها وتقديم الخدمات الهجرية والمرورية وما يلي الوثائق الثبوتية بصورة حضارية تليق بكرامة الإنسان. والشرطة التي شهدت هذا التطور والتميز بفضل الله ومساندة القيادة توسعت مواعينها ولوجستياتها وقواتها البشرية التي تضاعفت إلى أقصى حدودها لمصلحة الوطن والمواطن، حفظا للأنفس وللأعراض والممتلكات وحماية للمال. وفي هذه المسيرة الطويلة قد يحدث الخطأ والتجاوز في استخدام القوة مقرونا بحسن النية والإخلاص في العمل وتقدير البشر في تنفيذ الواجبات، إلا أننا ومهما كانت الدواعي لا نقر انتهاك حقوق المتهمين الأبرياء مهما كانت طبيعة الجرم الذي اقترفوه. وفقا للقاعدة القانونية، المتهم بريء حتى تثبت إدانته، كما أن ثبوت الإدانة والبراءة في هذه مهمة تطلع بها أجهزة عدلية أخرى، وحتى نطمئن بأن الشرطة تؤدي واجباتها وفق الدستور والقانون ومراعاة لحقوق المواطن. فقد تعهدنا منسوبي الشرطة في كل مراحل الخدمة بالتدريب والتطوير المستمر من خلال المواعين التدريبية الضخمة التي نفخر بها والمناهج المتطورة والمواكبة للأداء الشرطي حتى يؤدي الشرطي واجبه
وفقا للدستور والقانون بعيدا عن الهوى والمزاج الشخصي. ونحن في وزارة الداخلية نتحمل المسؤولية الكاملة في منح الإذن للتقاضي بواسطة القضاء في حالة التجاوز والتعسف في أداء الواجب المفضي لتسبيب الوفاة أو الأذى الجسيم، ويكون الأمر متروكا للقضاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وفي هذه الحادثة التي بين أيدينا والتي تم فيها الحكم بالإعدام لخمسة من منسوبي الشرطة، لم نجد من أولياء الدم من أهلنا البطاحين إلا خيرا بتنازلهم غير المشروط وعفوهم عن المحكومين من أبناء الشرطة، تلك القبيلة التي تضم وتحوي كل قبائل وبطون السودان وعشائر أهله. سيد الرئيس، نشكر لأهلنا في قبيلة البطاحين لأنهم تعاملوا مع أبنائهم من محكومي الشرطة، تعاملوا معهم بالفضل ولم يتعاملوا بالعدل، وإن فعلوا ذلك فلا عتاب عليهم. فالتحية والشكر، الله أكبر، الله أكبر. فالتحية والشكر الخالص لأولياء الدم، والشكر والتقدير للعاقلة من قبيلة البطاحين وعلى رأسها ناظر البطاحين الهمام محمد المنتصر، وللجنة المساعي الحميدة بكل فروعها، وللأخ الكريم بابكر حاج عمر الذي قاد هذه الجهود، ونسأل الله أن يتقبل جهدهم جميعا ويجعله في ميزان حسناتهم. سيد الرئيس، الحضور الكريم، إن ما قام به هؤلاء الكرام من عفو عن أبنائنا في هذه الحادثة يظل دينا في أعناقنا وعرفانا نقابله في بذل كل ما في وسعنا لتأمين الوطن كله وتطهير البطانة بأسرها من عصابات السالف والمتاجرين بالبشر والمهربين للمخدرات والمؤثرات العقلية والمتلاعبين بقوت الشعب. ونعد ابتداء بتطوير البيئة الشرطية التأمينية المنعية والكشفية في منطقة البطانة، كما نعد ببذل كافة إمكانياتنا للمنطقة وإنسانها من خلال إقامة الأقسام الجديدة وتأهيل وتطوير القائم منها واستيعاب أبناء المنطقة في الشرطة لتأمين مدنهم وقراهم وقطعانهم ومشاركة إخوانهم في تأمين السودان وثرواته ومواطنيه. سيد الرئيس، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ولهذا فإننا نتقدم بشكرنا وتقديرنا وعرفاننا لأهلنا في نظارة البطاحين ونظارة الدجال ولإخواننا الحلفاويين ولكل من سعى وتابع وشارك وساهم في هذا العمل إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من تضافر وتسامح وعفو نحتفل به اليوم مع أهلنا البطاحين الذين أرادوا أن يقولوا للناس كافة فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الشكر كله لكم يا فخامة الرئيس، وأنتم تشرفون هذا اللقاء وتشهدون هذا الحدث التاريخي، والشكر لله من قبل ومن بعد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا سعادة الفريق دكتور حامد منان وزير الداخلية على هذه الكلمة الضافية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم على نبينا الهادي إلى صراط مستقيم وإلى دين قويم. أخي الرئيس، نرحب بك باسم أهلنا في دارهم وفي عاصمتهم أبو دريك أهل البطاحين. نرحب بك باسم هذه القبيلة العريقة الكريمة التي قدمت إلينا كما يقول أخي الفريق عويضة من بطحاي مكة. الله أكبر، الله أكبر. عزا وشموخا وكبرياء وقوة وعفوا وصفحا إن شاء الله. أخي الكريم، أسمح لي أن أرحب بإخوتنا من ولاية نهر النيل الأخ الوالي ومن معه من المجلس التشريعي وقياداتهم.
واسمح لي أن أرحب بأهلنا وسادتنا شيوخ الطرق الصوفية الحاضرين الآن والغائبين عنا. نرحب بهم جميعا في عاصمة البطاحين أبو دليك، هذه العاصمة الغراء التي تشبه أهلها. مش بتشبهكم يا أخواننا، السماحة بتشبهكم، والكرم بيشبهكم، والعفو بيشبهكم. الله أكبر. ولا أود أن أطيل والوقت ضاق، والنادي يسمعوك يا أخي الرئيس، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلي وعشيرتي من البطاحين والقبائل المجاورة وضيوف البطاحين اليوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والواحد سعيد أنه نجي اليوم وفي مناسبة بتشبهكم. والله مناسبة انتوا قدروا زيادة، لانه يا جماعة مكارم الاخلاق، ورسولنا قال انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، ومكارم الاخلاق دي كلها عندنا نحن هنا ده، ومربوطة ببعض. ما بتلقى زول شجاع وبخيل، صح ولا ما صح؟ الشجاع كريم وفاتح بيته وفاتح قلبه للآخرين، فما غريبة أنكم تعفوا وأنتم تسمعوا قول الله سبحانه وتعالى: من عفا وأصلح فأجره على الله. وربنا قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالتحية لكم أنتم عفيتوا، والتحية لشيوخنا، شيوخنا اللي حقيقة جو وقاموا بواجب في إصلاح ذات البين. نعم، إصلاح ذات البين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على من هو ما هو أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: إصلاح ذات البين. فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. فالتحية لكم وإنتم بتقدموا الدرس والدرس. نعم، المنطقة دي يا جماعة منطقة الشيخ طلحة وأبناؤه وأحفاده وأتباعه وقبيلته في كل مكان في السودان.
نعم. والواحد يا حقيقة أنه روح الشيخ طالع الآن حايمة معانا هنا وواقفة معانا هنا وبتبارك عملكم ده وتحتسبوا إن شاء الله أجر له، لأن هو علمكم وهو زعيمكم الديني وهو زعيمكم الغبلي وانتوا الليلة بتمثلوه. فالتحية لكم أحفاد الشيخ طلحة وأبناء الشيخ طلحة وأتباع الشيخ طلحة، التحية لكم الليلة في قبره أكرمته، وده اللي بتشبهكم يا جماعة. أما المنطقة دي حقيقة والله إحنا قدر ما نسوي، انتوا سويتوا ده دين في رقبتنا ودين في رقبة أي سوداني. وبنقول لكل الناس البياناتهم تارات وبياناتهم دماء، من عفا وأصلح فأجروا على الله. ده نموذج نقدمه إن شاء الله، ودي الشريعة والعدالة، ونحن دولة عدالة. والتحية لإخواننا الشرطة، الشرطة دير حايمين ومساهرين وبيدافعوا وبيقاتلوا عشان كل واحد فيكم ينوم في بيته هو آمن، متحرك في الصحراء هو آمن، ورا بهايم هو آمن، في زراعته هو آمن. هم مساهرين عشان نحن ننوم إن شاء الله. فالتحية لهم، وربنا يتقبل منهم جهدهم وجهادهم، ونقولون أرموا قدام الورم مؤمن إن شاء الله. أما الكلام عن المطالب، الكهرباء حنكملها، والعافية درجات، والموية حنكملها، والطريق حنكمله، ومن هنا حيمشي لقالي وللصباغ ولقربة إن شاء الله. لكن داري منكم حاجة صغيرة، الشباب ديل داري منكم ناس في الشرطة ودارين منكم ناس في الجيش، عشان تكونوا انتم المسؤولين من تأمين سهل البطانة وحماية الخرطوم من الناحية الشرقية ان شاء الله. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، صلوا على رسول الله. فخامة المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية، باسم الواحد الأحد الفرد الصمد، نبايعك على الذود عن الدين والأرض والعرض ثباتا وعلى الطاعة في المنشط والمهرج والمكره، وبذلا للمهد والأرواح فداء ونصرة للحق. نعاهدك نحن مواطني محلية شرق النيل أن نكون سندا وعضدا لك وأنت تقود مسيرة النهضة والبناء. ادفع بنا حيث شئت، ولو استعرضتنا بنا هذا البحر لخضناه، معك دفاعا راية الشريعة الغراء ودعما لمسيرة التنمية والإعمار بالسودان، وندعم ترشيحكم لانتخابات 2020، ونشهد من حضر ومن سمع على ذلك، ونشهد الله والله خير الشاهدين. مواطنو شرق النيل، السلام عليكم. تمنيتنا تكبر تشيل بير دهنه لقى الطراب المنا يليك وقافوك منيتنا تكبر تشيل بير دهنه لقى الطراب
قلبي حلوة هذا تلقينا يا بحلك مليح كلمتم إلينا أبواتك حلوة هذا تلقينا يا بحلك مليح كلمتم إلينا جيتك بخلل الوكر الولي هينا بحكة الزمم لا شهادة لا بينا ولغة الضراء أنا دوري في طيب وشدال وركي ألفي شفاه أديم أنا قولي في قايب وشدال وركب ألفي شباح أديم مرق إلا البلاد مرق إلا ما ترتب وعشبال الكريم رجايا فيك